أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوت، واسمع ندائي إذا ناديت، وأقبل علي إذا ناجيت، فقد هربت إلي ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يدي، وقد أظلها حسن توكلي علي، فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف آية من حسن نظرك لي بعد مماتي،
فأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين. فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقاء تقضي فيه بين عباده. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هباني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها من. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تغلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهب عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك بركوني إلى
سبيل سخط إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يدي متوسل بكرمك إلهي أنا عبد أتنصل إليك بما كنت أواجهك به من قلة استحياء من نظر وأطلب العفو إذ العفو نعت لكرمه إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به من معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطير قلبي من أوساخ الغفلة إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجاب واستعملته بمعونتك فأطاع يا قريبا لا يبعد عن المغتر به ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق ولسانا يرفع إليك الصدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك لمستني وإن من اعتصم بك لمستجي وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك فلا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل بلايتك مقام مرج الزيادة من محبتك إلهي وألهمني ولهم بذكرك إلى ذكرك فهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك إلهي بك علي إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب
فلو تجعل لي ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي حتى تسرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدس. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجاب ولاحظته فصعق لجلاله فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأيام ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكره ولا ينقض عهده ولا يغفل عن شكره ولا يستخف بأمره. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهد فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.